تلقي نبأ وجود حريق غابة على مستوى منطقة بيسات ببلدية شيحاني دائرة الدرعان. تم مباشرة إرسال الوسائل البشرية المادية لعين مكان من أجل عملية الإخماد. وبعد انتشار للحريق وبسبب الرياح اللي كانت تساعد على انتشاره، وكان متجه الحريق إلى سكنات على مستوى منطقة الفرنان، تم الاستنجاد بالمديرية العامة من أجل إرسال دعم جوي، وتم إرسال طائرة اللي قامت بثلاث قذفات واللي كانت جابت نتيجة. الحمد لله الحريق تم إخماده في حدود الساعة 5:30. العملية الحراسة جارية حاليا. بالنسبة للخسائر المسجلة، تم تسجيل 70 هكتار، منها 60 هكتار أحراش و10 هكتارات زيتون بري. سخرنا كل الإمكانيات الموجودة في حظيرة البلدية مع عمال الحظيرة، وهذا بالتنسيق مع مديرية الحماية المدنية وكذلك مصالح الغابات، دون أن ننسى الدرك الوطني. وبالتنسيق وتضافر الجهود تم السيطرة على هذا الحريق في إقليم بلدية شيحاني. وبفضل السلطات المحلية والحماية المدنية تم السيطرة عليه، والحمد لله ما كان حتى خسائر بشرية ومادية، ما كان حتى شيء، والحمد لله أنا سيطروا عليه سيطرة تامة.